متواصلة يوميا، بالظبط صحيح. يمكن مش يوميا كمان، على مدار الساعة، ساعة بساعة، الجهود بالظبط، المصرية والعربية ده في حقيقي. محاولات يعني شديدة جدا، آخرهم القمة، بالظبط. قمة السلام اللي في القاهرة، وشفنا الدول العربية وموقفها، وشفنا طبعا مندوبين الدول الأوروبية وموقفهم. لما بتسمعوا الكلام ده مدام سونيا، يعني ايه الفكرة؟ وطبعا اكيد في فلسطينيين في الدول الأوروبية وفي كندا وفي امريكا وفي كل حتة في العالم، فيعني دوركم ايه ان انتوا تقابلوا الآراء دي ازاي؟ احنا اظهار الحقيقة، احنا مهمتنا ان احنا نبين الحقيقة، احنا ايه اللي بيحصل عندنا، ايه قضيتنا بالظبط. في كتير ما كانوش عارفين، طب هو ليه بيحصل كده، طب فاهمين ان هو، هل هو الحرب مجرد مقابل فصيل معين مثلا؟ لا، هي الحرب ضد الشعب الفلسطيني كله. احنا عندنا مواجهات في الضفة، عندنا حتى داخل مناطق ال 48 اللي بتتشدق دولة الكيان بالديمقراطية، هي لا، حتى الفلسطينيين العرب اللي داخل أرض 48 بيعانوا، عدد منهم كبير جدا بالظبط، جدا منهم. بالظبط. فإحنا إحنا هي حرب ضد الهوية الفلسطينية، ضد الشعب الفلسطيني، تاريخنا. فإحنا في كل مكان في العالم هتلاحظي إنه في الغزو الإلكتروني، يعني إحنا عندنا دلوقتي وسيلة من وسائل المقاومة، وسائل التواصل، لو هجمونا في مكان احنا بنروح مكان تاني، من كل جنسيات العالم. من مصر عندنا شباب حلو جدا بيتكلم وبيظهر الحقائق، الديمقراطية الوثائقيات دي بتطلع، الكتب بنحمل كتب فيها التاريخ الفلسطيني والتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، فكل ده احنا بنشوفه وبنبقى سعداء جدا انه في دعم. وبدأت امبارح كانت في إعلامية في على معبر رفح، يعني وقفت وقفة شديدة جدا. احنا القوة دي والشجاعة ده على قاعدة الحق، هي بترتكز على الحق، احنا عندنا حق، فده اللي بيدينا ان احنا نقف بقوه. هم هيتراجعوا كل ما لقونا اقوياء، هم هيضعفوا، والضعف ده في الاخر هيوقعهم باذن الله.